أحسن الله إليكم. يقول السائل أن بعض الناس يقولون أن صلاة الجماعة فرض كفاية، فما هو الحكم في قولهم؟ لو كانت الصلاة فرض كفاية ما توعد النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عنها، واكتفى بمن حضر معه، ولم يقل أشاهد فلان أشاهد فلان، قالوا لا، قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حضر. ولو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. كيف تكون فرض كفاية؟ كان الرسول اكتفى بالذين حضروا معه ولم يتوعد الباقين ويصفهم بالنفاق ويتهددهم بإحراق بيوتهم عليهم إلى غير ذلك. نعم.